يا صباح الفل عليك يا مريم، اتفضلي. صباح عليك يا كريم، وصباح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وجولة جديدة من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، هيكون معانا فيها كل الأمور والمستجدات الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم وأيضا الفرق الرياضية الأخرى. طبعا بدايتنا مع الفريق الأول لكرة القدم اللي إن شاء الله النهاردة في تمام الساعة 8 مساء عنده مواجهة هامة جدا أمام نادي سان داونز، وهي مباراة الإياب في نصف نهائي الدوري الإفريقي. طبعا هتقام المباراة على ملعب استاد القاهرة. خليني أقول لك يعني يا كريم إن امبارح كان المران الأخير، وامبارح كان الأهلي ختم استعداداته لهذه المباراة. طبعا يعني كان أبرز ما جاء في هذا المران امبارح اللي أقيم مساء على ملعب مختار التتش بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، كان طبعا حضور كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لمؤازرة اللاعبين طبعا، ويمكن يعني بعض النصائح اداها كابتن محمود الخطيب للاعبين قبل هذه المواجهة الهامة جدا. والحقيقة يعني يمكن احنا زي ما احنا عارفين انه 50,000 من جمهور النادي الأهلي هيكون مسموح ليهم بالحضور، فأكيد الجمهور ده هيكون فارق جدا سواء يعني معنويا أو نفسيا مع لاعبي النادي الأهلي. طبعا يعني امبارح كان المران بدأ تحت قيادة مستر مارسيل كولر، بدأ المران يمكن بمحاضرة فيديو لكل اللاعبين، ويمكن كمان كان في بعض التمرينات الاستشفائية، ده نظرا للإجهاد ونظرا كمان يعني يمكن كان وقت قليل قوي ما بين العودة للقاهرة من جنوب أفريقيا وما بين المران الأول استعدادا لمباراة الإياب، فعلشان كده كان في تمرينات استشفائية لكل اللاعبين اللي شاركوا في مباراة الذهاب، ويمكن كان في ايضا يعني تنفيذ بعض الجمل الخططية واللعب على الكرة في هذا المران. طبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال النادي الاهلي النهاردة في مباراتهم امام سان داونز. خلينا بقى ننتقل لقطاع الناشئين، واللي يمكن يعني ما فيش ولا لينك يا كريم بيخلو من اخبار قطاع الناشئين ان هم محققين دايما نتائج عالية وفوز مستمر في بطولة الجمهورية، ويمكن النادي الاهلي بقى فريق 2005 قدر ان هو يحقق الفوز على غزل المحله بثنائيه مقابل هدف واحد، يعني نتيجه كانت 2-1 للنادي الاهلي امام غزل المحله. ده كان في الجوله التاسعه من بطوله الجمهوريه. الحقيقه ان المباراه اقيمت امس على ملعب النادي الاهلي بمدينه نصر، وبكده بقى يعني يمكن فريق النادي الاهلي 2005 قدر ان هو يرفع رصيده ل 20 نقطة من الفوز في 7 مباريات والخسارة في مباراتين فقط. خلينا بقى ننتقل دلوقتي لكل الألعاب الأخرى، والبداية طبعا مع رجال سلة الأهلي. ويمكن رجال سلة الأهلي بعد الانتهاء من الدورة المجمعة الأولى النهاردة إن شاء الله هتبدأ الدورة المجمعة الثانية، وهيكون بقى يعني ده طبعا في بطولة دوري المرتبط، والنهاردة المباراة الأولى هتكون أمام نادي الشمس، وغدا هتكون أمام مصر للتأمين، وبعد غد هتكون امام نادي سبورتنج. الحقيقه ان الدوره المجمعه الثانيه بتكون 3 أيام متتاليه، هتبدا النهارده وتنتهي بعد غد ان شاء الله يوم 3 من نوفمبر الجاري. بنتمنى كل التوفيق لرجال سله الاهلي. اما بقى بالنسبه لسيدات سله الاهلي، يعني يمكن بعد الفوز على نادي الصيد في مباراه الاياب في ايضا بطوله دوري المرتبط، يمكن كانت النتيجة 94-51، وبكده بقى يمكن فريق المرتبط وفريق أيضا الأول لسيدات سلة الأهلي قدروا أن هم يحسموا تأهلهم لنصف نهائي طبعا هذه البطولة، وإن شاء الله هتكون المباراة الجاية يوم 7 من نوفمبر الجاري، هتقام في مدينة الإسكندرية، هتكون أمام نادي سموحة. بنتمنى كل التوفيق طبعا لسيدات سلة الأهلي، الحقيقة ماشيين بخطى ثابتة جدا يعني من بداية هذه البطولة وحتى الآن، وإن شاء الله يقدروا إن هم يحسموا بقى الفاينل ويفوزوا بالبطولة. خلينا بقى ننتقل دلوقتي لكرة اليد، ورجال يد الأهلي طبعا يمكن هيبدأوا بطولة العالم للأندية، وهتقام في مدينة الدمام بالسعودية. هتقام في الفترة من 7 وحتى من 11 نوفمبر الجاري، والحقيقة ان النادي الاهلي بيقع في المجموعة مع نادي النور السعودي وايضا برشلونة الاسباني. بنتمنى كل التوفيق لرجال يد الاهلي في هذه البطولة، وان شاء الله يحققوا فيها نتائج كبيرة جدا زي ما هم معودنا. اما بقى بالنسبة لسيدات يد الاهلي بعد تغلبهم وقدروا ان هم يفوزوا على سبورتنج في الجولة الثالثة من الدوري، الحقيقة كانت مباراة صعبة ولكن انتهت بنتيجة 20-9.
19. الحقيقة الماتش الجاي هيكون أمام نادي الطيران إن شاء الله بعد غد الجمعة. خلينا بقى يمكن نختم أخبارنا النهاردة يا كريم يمكن بأخبار الكرة الطايرة، ويمكن أول ماتش لرجال يد الأهلي هيكون طبعا أمام المقاولين في بطولة الدوري، هيكون يوم 18 من نوفمبر الجاري، هتقام المباراة في تمام الساعة 6 مساء. أما بقى بالنسبة لسيدات الطايرة هيبدأوا أول ماتش بعد غد إن شاء الله 3 نوفمبر أمام نادي الصيد، هتكون المباراة في تمام الساعة 8 مساء. طبعا دي كانت كل الأخبار اللي معانا النهاردة سواء على مستوى الفريق الأول لطبعا كرة القدم وأيضا كل الفرق الرياضية الأخرى. والحقيقة أن احنا النهاردة كلنا أكيد صوت واحد بنتمنى كل التوفيق لرجال طبعا يعني كرة القدم للنادي الأهلي أمام سان داونز. بشكرك جدا يا كريم، الكلمة ليك مرة أخرى.